ورح نحكي عن فقرة أيضا خلينا نقول مرتبطة بالفقرة الأولى. كنا عم نحكي عن الإرادة والتصميم وكيف نحن قادرين ننجح بحياتنا. هذا النجاح بحاجة لطموح، وكل حدا بحياته في عنده طموح، ولكن مو كل حدا بيملك الطموح. اليوم الطموح هو ما هو فطري، هو شيء مكتسب من البيئة، تعليم الأب، تعليم الأم، تعليم البيئة المحيطة فينا. كيف نحن قادرين ننمي هذا الطموح لنقدر ننجح بحياتنا، نقوي شخصيتنا، وخلينا نقول نتجاوز كل أنواع الفشل اللي ممكن تفشل هذا الطموح يا ليلى. تماماً يا رشا، والطموح هو المحرك الأساسي للإنسان أكيد، وهو بيصنع المتعلمين، وأكيد التفوق هو اللي بيرتقي بالمجتمع. اليوم أي شخص بيحط هدف قدامه بيكون طموح بحياته، شو ما كانت الظروف وقد ما مرق يمكن بظروف صعبة، هو ماشي قدام هذا الهدف وقدام هذا الطموح اللي هو بده إياه ليحقق طموحه ويوصل للنجاحات اللي بده إياها. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، شو هي عوامل النجاح وأيضاً شو هي معوقات النجاح اللي ممكن تعيق فعلا في بعض الأحيان الأشخاص الناجحين أو الأشخاص الطموحين. رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الاختصاصية التربوية آلاء قباقي. بيسعد صباحك يا آلاء. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ هلا هلا. شكلك طموحة كتير. الحمد لله طبعا. قلنا مكتسب وليس فطري. طبعا هو صفة مكتسبة نتيجة أفعال، مشاعر، أفكار تراكمية من البيئة المحيطة، مثل ما تفضلتي حكيتي، من الأهل، الأب، الأم، من الطفولة. نحن بنشتغل على هذا الطفل، نحيطه ببيئة تأهله لحتى يكون إنسان ناجح. اليوم خلينا نحكي أكثر عن مقومات النجاح. اليوم في أكيد مقومات لهذا النجاح لحتى الشخص فعلا فينا نقول هذا الشخص ناجح بحياته وقدر يحقق طموحه، في أشخاص على عكس هذا الشيء. بداية غاليتي قالت لي أنت شخص طموح. الإيجابية، الإيجابية بأي مواقف، المرونة اللي أنت بتتمتعي فيها، القدرة على حل المشكلات، على التغلب على المشكلات، على المواقف، هي بتساعدنا لحتى أنه نكون نحن إنسان ناجح. الأفكار اللي أنت مجرد أفكارك عم تحطيها بشكل إيجابي، النظرة المستقبلية، هي اللي بتأدي أنك أنت تكوني إنسانة طموحة وإنسانة ناجحة. طيب اليوم هدول القصص اللي ذكرتيهم بدنا شوية تاكي تحفيزات، نصائح، أساسات، مقومات. أنا حدا عندي إرادة، عندي تصميم وعندي طموح لوصول لهدف ما، بس ما بعرف كيف بدي بلش. هلأ ممكن حضرتك يكون عندك إرادة وتصميم، بس البشر مو كلهم على نفس النمط. في دراسة بتقول إنه البشر هنن خمس أنماط. في أشخاص، بداية رح نمشي مع النمط الأول، في كتير ناس هنن ما لهم عارفين شو بدهم بالحياة، صح، وما عندهم خطط مستقبلية ولا حتى عندهم استراتيجيات لتنفيذ هي الخطط المستقبلية. النمط الثاني عارفين شو بدهم ولكن ما في استراتيجيات، ما في طاقة، ما في أفكار، ما بيحاولوا. في عنا أشخاص بيعرفوا شو بدهم وبيعرفوا الاستراتيجيات للوصول، ولكن ما عندهم المقدرة على أنه أو القدرة أو الشجاعة لحتى أنه هن يوصلوا للي بدهم إياه. في عنا النمط هذا اللي بيعرف هو شو بده وبيعرف الاستراتيجيات، ولكن بيخاف من المحيط، بيخاف من البيئة، بيخاف من الفشل، بيخاف من المجهول. وعنا الأشخاص بقى اللي هن عارفين شو بدهم، عارفين الاستراتيجيات للوصول لهدف معين، وبنفس الوقت عندهم هي الطاقة، وهن عندهم هذا التحفيز الذاتي، التحفيز الداخلي لحتى يوصلوا للشيء اللي هن عم يرسموا له وعم يخططوا له. اليوم في كتير أشخاص يمكن بيحبوا يكونوا مرتاحين. اليوم النجاح بده كتير جهد، متابعة، تعب، عذاب، خلينا نقول كمان، لحتى يوصل فعلا الشخص للنجاح اللي بده. أكيد ما في شيء نجاح بيجي ونحن مرتاحين. اليوم هدول الأشخاص اللي بيحبوا يكونوا مرتاحين وكل شيء يجيهم مثل ما بيقولوا على طبق من ذهب، بيشوفوا الشخص الناجح إنه لك وهذا مثلا عمل هيك وهنن قاعدين مرتاحين. طب هدول الأشخاص كيف ممكن إنهم يتحفزوا لدرجة ما إنه فعلا يصيروا ناجحين؟ ممكن هدول يضلوا طول حياتهم هيك؟ هلأ هي مثل ما حكينا صفة مكتسبة. لما أنا بدي أعلم ابني إنه هذا النجاح أو الإنسان هو من نشأته، أنا عم علمه إنه النجاح هو مو صفة إنه أنا بقدر أخذه وأنا قاعد، لا، في تعب، في جهد،
في مثابرة، هي مثابرة. المثابرة هي أساس النجاح. تغيير العادات الذرية مثل ما حكينا تحت الهواء، قلت لك في كتاب أنا كتير بحبه، هو كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، بيحكي عن تغيير عادات بسيطة بحياتنا اليومية. هي العادات الذرية بتوصل فيك لأنك أنت تغيير جذري بحياتك، تحقيق أهداف أنت مستحيل بيوم من الأيام تتوقعي أنك توصلي لها. فهي المثابرة بالعمل، الإخلاص بالعمل. أنت لما بتكوني عم تشتغلي على 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 شيء معين، على هدف سامي بداية، هلا نحن بالمجمل كلياتنا بنشتغل بهدف مادي، بهدف ربحي، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي، بس لما بيكون في عندك إخلاص في العمل وانت عم تشتغلي على هدف سامي، على اسم، على بناء اسم لإلك، رح توصلي لهدفك ورح يجي المردود الربحي ورح يجي الدعم الاقتصادي من النجاح. النجاح رح يولد ثمرة، وضع من الارتياح الاقتصادي، ولكن بداية ما رح يكون في هذا المردود المادي غير لما بيكون انت في عندك اخلاص بالعمل لتوصلي لهدف انت راسمتي بنظرة مستقبلية. طيب احيانا بتشعري انه في اشخاص بيمتلكوا هدول القصص، بتحسين انه عندهم طموح عم يتعبوا، ولكن دائما شخصيتهم بتأثر على نجاحهم، ما بيبتلكوا لكم هاي الشخصية القوية. اليوم قديه بتلعب دور بموضوع الطموح ونجاحنا الشخصية القوية، وكيف نعرف اليوم انه هذا الانسان قدامنا شخص طموح وعنده شخصية قوية؟ هلا غاليتي بداية بدي اوضح لك شو الفرق بين الشخصية القوية وبين الانسان اللي عنده طموح. الشخص الطموح اللي راسم خطط مستقبلية بده يوصل لها. الشخصية القوية هو الشخص اللي قادر على اتخاذات قرارات بالتوقيت المناسب. يعني هذا هو الفرق بين الطموح والشخصية القوية. أنا ما أخذت قرار بالتوقيت المناسب أنا ما رح أقدر أوصل للنجاح. أما بالنسبة للشخص الطموح هو الشخص الواثق بنفسه اللي عنده هي حالة من الرضا، عنده حالة من الرضا، من السلام الداخلي، حتى من الارتياح الاقتصادي مثل ما حكينا. هذا الشخص اللي بيترك بصمة وين ما حل، بيكون في عنده بصمة إيجابية بيأثر بالأشخاص الآخرين. هذا هو الشخص الطموح والناجح بحياته، جاهز لكل التحديات اللي ممكن تحيطه. بيكون شخص مؤثر وفي عنده تقدير من الأشخاص المحيطين، هو وصل لمرحلة معينة، الأشخاص المحيطين في تقدير لشغله لإنجازاته. اليوم خلينا نحكي أكثر هيك عن الشخصية القوية. ذكرتي في كثير أشخاص بيروح فكرة أنه الشخصية القوية اللي قادرة أنه تقوم بهذا النجاح أو تنجح بحياتها. الشخصية القوية دائما مفهومة أنه الشخص اللي بيصرخ بيعيط أو بيكون يمكن متسلط على الآخرين، هي يمكن الشخصية القوية قوة النفس الداخلية، خلينا نعرفها أكثر. هلا الشخصية القوية هي اللي قادرة على اتخاذ قرارات، قادر على حل المشكلات اللي بتواجهه، عنده هي المرونة بالتعامل مع الأشخاص. نحن البشر بأنماط شخصيات مختلفة. الإنسان اللي قادر على التعامل مع الأشخاص المحيطين هو الشخص المرن اللي دائما بيتعامل أو بيقدر يحقق نتائج هو بده إياها وبيقدر يوصل له. طيب أنا رح بدي أوصل له، بس بدي شوية نصائح هيك شوي لبلش صح، يعني حفزيني اليوم، خلي طموحي أكثر يكون، يعني خليني أتغلب على هدول الواقع، جزء واقعي ما يساعدني. هلا طبعا البيئة المحيطة هي من أكبر الأسباب اللي للأسف بتأدي للفشل، بس بداية بقرارة نفسك بدك تحدثي نفسك. نحن ما بنستشعر بلذة النجاح إذا ما تم الفشل، يعني لكل معنى في له ضد. نحن ما بنستشعر بلذة الفرح إذا ما كان في حزن، ونفس الشيء بالنسبة للنجاح، نحن ما بنستشعر بالنجاح إذا ما كان في فشل. ولكن بقرارة نفسك لازم يكون في عندك هذا، نقول إنه نحن الفشل هو هزيمة مؤقتة ولكن ليست حالة، وليست حالة دائمة، هي هزيمة مؤقتة رح تمر بسلام، رح أرجع أوقف على رجلي، أرجع أفشل مرة ثانية، ما في مشكلة، أنا رح هي تجارب غير ناجحة. هيك نحن منسميها تجارب غير ناجحة وليس فشل. طيب ليش في ناس اليوم وتلاقيها نسبة كتير كبيرة بيخطط بالليل إنه أنا بكرة بدي بلش بدي غير كل شيء، بهدول مفاتيح الحياة كلها بدي غيرهم، من نظام أكلي لنظام نومي لرياضة لدراستي لأهدافي لشغلي، بنام بفيق وكأن شيئاً لم يكن، غير رأيه للأسف لأنه حاطت استراتيجيات وخطط هي أكبر من طاقته. فيما لو أنت غيرتي عادات بسيطة
يعني شخص لنفرض مثلا بده يغير بنظامه الغذائي، انا اذا بدي اغير يعني تغيير جذري وقاطع ما رح اقدر، او رح يكون التغيير مؤقت. اما لما انا بدي يكون هذا التغيير بشكل يعني بشكل مدروس، بخطط مدروسة، بشيء انا بقدر اني اقوم فيه يعني بالمستطاع. ممكن احيانا تكون هي الاشياء انه ممكن يحطها حجه، لو ما كانت الاشياء او الاهداف اللي حاططها اكبر من طاقته ممكن تكون متناسبه، لكن ممكن هذا الشخص يكون حاطه حجه انه لحتى يضل يقول اليوم وبكره اليوم وبكره لحتى ياجل بهي المواضيع. هو التسويف للاسف كمان من اهم اسباب او من الاسباب اللي بتخلي الشخص يوقف عند حد معين وما يستمر بتحقيق اهدافه. اليوم يعني موضوع الطموح هو أساسات نجاحنا بالحياة، وكان معنا ضيفة قدرت تحكي لنا من خلال تجربتها يعني أنه 17 سنة انقطعت عن دراستها ورجعت طموحها كان أكبر، واليوم هي معلمة يعني، فهذا لحاله تجربة جدا جميلة بتخلينا نشعر قدي أنه نحن قادرين نعطي بالأيام اللي جاي. طبعا كمية الوعي بتكون أكبر. هلأ لما أنت بتقري كتاب وعمرك مثلا بعمر 16 سنة أكيد غير، بيختلف تماما رؤيتك لنفس الكتاب بعمر متقدم. صح. فالوعي هو اللي بيأثر أكيد على النظرة المستقبلية. أكيد اليوم أي شخص بده يقوم بأي هدف لازم يتعب لحتى يوصل لهذا الهدف، يكون عنده هذا الطموح لحتى يوصل لهدفه، في تعب في عذاب لحتى يوصل للنجاح فعلا اللي هو بده إياه، ما أكيد ما بيكون في شيء بيعيقه. بدنا نتشكر حضورك معنا أكيد هاي الفقرة الحلوة والمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، أكيد بنتمنى النجاح دائما للجميع. حبيبة قلبي شكرا لحضورك، يومك حلو مليء بالطموح والإرادة الحلوة. حبيبة قلبي لإلك ولكل حدا أكيد مرافقنا.